اعرفش وجهة نظره كانت ايه يعني، بس لا مش عارف في وقت من الاوقات رقم واحد ما كانش موجود ورقم اثنين ما كانش موجود وبرضه ما كانش انا ببقى موجود. صراحة مش عارف ايه السبب، لان كان باين جدا والناس كانت شايفه جدا، زمايلي ومدير الكوره كانت شايفين، كانوا شايفين ان الواحد بيبذل مجهود كبير يعني، ولكن ما كنتش يعني باخد فرصه كبيره يعني. الكلب يعني بتكلم كتير، حتى كابتن سيد كان بيتكلم معايا ان انا شايفك انك بتبذل مجهود يعني، الناس شايفه يعني، انا مش بقول مثلا ده انا اللي شايف نفسي، عكس الناس اللي حواليك وزمايلك ومدير الكوره المتواجد في الفريق شايفين انك بتبذل مجهود كبير وتستحق انك تاخد فرصه. وهو اتكلم معايا كمان كذا مره. اخر حاجه قالها ناصر، يعني هو عارف لما يكون حد بقى بيزهق من حاجه، اللي هو انا شايف انك كويس وبتكلم انك لازم تبقى موجود وبرده ما تبقاش موجود، فقال لي يعني انا لو قلت لك حاجه ثانيه اكتر من كده انا نفسي مش هبقى مقتنع. فهو قال لي مثلا معلش اصبر شويه، لان انا صبرت كتير وكان في تعامل ما بيبقاش لذيذ وكنت بستحمل عادي وكل ده عشان انت موجود في نادي كبير وبتستحمل انك تبقى عاوز تعمل حاجه كويسه، وفي الاخر برضو انت ما لقيتش المقابل انك تبقى موجود، انك على الاقل تاخد فرصه انك تشارك. ما اعرفش والله، انا عامه انا من الناس شويه ان زمايلي عارفين يعني ان انا بروح التمرين بعمل 1000% بتاعتي وبتمرن كويس جدا وبمشي، ما بحتكش قوي بحد، ففي تعليمات هو بيقول لي عليها فانا بحاول انفذها وخلاص. مش كده خالص، عمري ما بفقد الامل ان انا العب خالص، انا لحد اخر يوم في النادي الاهلي وانا بتمرن كويس، ولكن في الاخر يعني هو حصل برضو يعني حاجه كده مش لطيفه يعني معايا في مع مستر عثماني يعني، كان حتى في اخر وقت في النادي الاهلي يمكن ده من الحاجات اللي خلتني اخد قرار ان انا لا يعني التوقيت ده لازم ما بقاش موجود في النادي الاهلي، وهو في التمرين حتى في وقت كده معين هو كان عاوز يخرجني بره التمرين يعني مش عاوزني اقرر، فانا برضو مش عارف ليه، فاهم قصدي؟ فساعتها كنت خلاص اللي هو لما شفت ده قلت لا لازم يعني على الاقل ما كنتش متواجد الفتره دي في النادي. كان بيجي في وقت كده معين في التمرين بيخرجني بره يعني، مثلا لو في حاجه او في تمرين معين ناصر يعني اقعد بره يعني، كان بيبقى عاوز يعمل ده وعمل ده فعلا، عمل ده في وقت من الاوقات كذا مره ولحد بقى في الاخر كمان. طبعا بالنسبه لي دي حاجه كبيره ان ما ينفعش تحصل معايا، بس في الاخر زي ما بقول لك انت في نادي كبير ما ينفعش تعمل حاجه ما تليقش بقيمه النادي اللي انت فيه. كنت ناس كانت شايفه وشايفه اللي بيحصل ما كنتش بتكلم يعني. انا اتكلمت معاه مره واحده بصراحه يعني سالته يعني لو في حاجه ممكن اشتغل عليها ما عنديش مشكله يعني، انت لو كمدير فني انت بتقول لي على حاجه انا اشتغل عليها، بالعكس انا دي حاجه تفرحني ما تضايقنيش خالص، وانا انا من الناس اصلا اللي بحب التمرين يعني. فسالته فاستغربت جدا، قال لي لا، وقال لي انت بتتمرن كويس برضه، ماشي طب انا بتمرن كويس طب ما بلعبش ليه؟ فاصبر وتمام، فصبرت بعد كده بس ما جاتش. انا دايما بحب المنافسه يعني، انا كان نفسي بس يبقى في منافسه اللي هو ايه يا عم حطني في المنافسه. دي المره الوحيده اللي اتكلمت مع مستر شمالي، اتكلمت معاه ان انا يعني انا ما بشاركش الفتره دي وانا راجل من كباتن المنتخب الاولمبي، فكنت انا وانا ببذل مجهود في التمرين وانت شايف، قال لي انا شايف، فقلت له انا حابب ان انا ابقى موجود يعني موجود في الفرقه، فلو انا ناقصني حاجه ممكن اشتغل عليها عشان ابقى موجود، ما ينفعش بعد 5 سنين كابتن المنتخب الاولمبي يجي عند الفتره الاهم ما بقاش موجود، فانا بعتبرك زي والدي او زي اخويا الكبير. فعلا ده حصل والله العظيم يعني، ساعدني ان انا ابقى موجود بس يعني اشارك، فقال لي تمام بس واصبر وبتاع، فصبرت لا طلعت بره السكور خالص. كنت الاول بياخدني يعني قبل ما اتكلم معاه كان بياخدني وبيخرجني بره السكور، بعد ما اتكلمت معاه ما بقاش ياخدني خالص،
مبقاش ياخدني اصلا السكول. انا كنت متوقع ان انا هلعب بصراحه، لان كان قبلها بيوم يعني كان ابتدى يتكلم معايا ان خلاص يعني الماتش ده، كنت انا انت عارف راجع من الاصابه بقى لي 4 شهور وانا مستني ماتش واحد نفسي ابقى موجود. كان ده ماتش تحصيل حاصل، لقيت نفسي بره السكور خالص. فانت خلي بالك انت بره السكور خالص، يعني ليك حق انك تمشي عادي، يعني مش غلط، فاهم قصدي؟ انت خلاص بره السكور، فانت بره الماتش اصلا، عايز تمشي عاوز تقعد عاوز كده، ولاعيبه كتير بتمشي عادي. فانا خلاص حبيت ان انا يعني امشي، يعني انا كده مش في الماتش. الفكره كلها انك ما سبتش الفريق، يعني ما سبتش الفريق وبتمشي، او انا مثلا في الماتش فما بداتش فانا همشي، مفيش كده طبعا. الفكره كلها انا بره الماتش خالص، انا بره الماتش خالص ممكن اتفرج على ماتش في البيت. كان وقتها فعلا كان جدي، وده من الاسباب برضو اللي خلتني يعني امشي، فاهم قصدي؟ يعني اللي هو خلاص طالما يعني مش هلعب الماتش، فانا فرصه ان انا ممكن اروح يا اروح البيت يا هبني هنزل. انت عارف ان انا من القاهره يعني، فكنت هنزل برضو البلد ان انا ابقى متواجد في العزاء يعني، فكانت فرصه، كان عشان بس الوقت ما يتاخرش.